غار بالحقيقة. أصناف الاضطهاد تختلف نسبياً عن الاضطهاد في الشرق، بمعنى الاضطهاد للكنيسة في الغرب اضطهاد أدبي سلوكي أخلاقي. هتقول لي وضح أكتر. في الخارج للأسف وضعت قوانين خاصة في السنوات الأخيرة، من ضمنها مثلا زواج المثل، زي ما قال الكتاب في رسالة روميا الأصحاح الأول عدد 26: فاعلين الفحشاء أسلمهم الله إلى أهواء الهوان، يعني الشهوات الشاذة، فأصبح التزاوج ذكور بذكور. يا للأسف، يعني الاستعمال الطبيعي بين رجل وامرأة، بين ذكر وأنثى، هم ضده بكل أسف كده. مش بس كده، انت بتلاحظ موضوع زواج الصداقة، البوي فريند والجيرل فريند. حاجة تالتة، الإجهاض، كل ده ضد الكنيسة. لكن الكنيسة الأمينة اللي بتصلي وبتبقى بركة وبتبقى شهادة موجودة في موضع مظلم هيحفظها الرب، وزي ما قال الكتاب في سفر الرؤيا أصحاح 3: لأنك حفظت كلمة صبري. وبالفعل عايزين نبقى صابرين، زي ما قال الكتاب في رومي أصحاح 12: صابرين في الضيق. عزيزي المشاهد، أحس بظروفك شرقاً أو غرباً، أدبياً أو اجتماعياً أو مالياً، قد تكون مضطهد من أي ناحية وفي أي مكان، لكن عايز أقول لك سيسرع الرب وينجيك ويحميك، وسيأتي في القريب ويخطفنا إليه ونكون معه له كل المجد. والرب معك.